بعد 30 يونيو مصر حققت نهضة عمرانية غير مسبوقة، البنى في كل مكان. بالفعل خريطة مصر العمرانية اتغيرت بشكل كامل في السنين الأخيرة. يمكن مدن الجيل الرابع ساهمت في مضاعفة مساحة مصر العمرانية عشان توصل ل 14% زيادة، وكانت هي العنوان الأبرز للنهضة العمرانية اللي بتحصل في مصر. نهضة عمرانية غير مسبوقة شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، ومثلت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لتطوير حقيقي شهدته مصر في كل المجالات والقطاعات. وبالفعل تغيرت خريطة مصر العمرانية بشكل كامل، وكتبت اسم مصر بحروف من نور في سجل الدول الكبرى اللي بتشهد تنمية حقيقية غير مسبوقة. وساهمت مدن الجيل الرابع في مضاعفة مساحة مصر العمرانية لتصل ل 14% بدلاً من 7%، واللي كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها في التوسع العمراني وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس. أبرز هذه المدن مدينة العالمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، تشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملاوي، والفشن الجديدة شرق بني سويف. أيضاً بتعمل وزارة الإسكان على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وكذلك توفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة. ونفذت الدولة خلال السنوات الماضية في مشروع الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية، وتم طرحها على مدار 17 إعلان متتالي، وجاري تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من شريحة محدودي الدخل. وبالنسبة للمشروعات الأخرى سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، فبيتجاوز عدد الوحدات اللي تم تنفيذها في تلك المشروعات 300 ألف وحدة في نحو 17 مدينة جديدة.